قلت له انا بضحك بلا مبالاه. ايوه خنتك وحبيت غيرك، ولو عندك كرامه يا ريت تطلقني. بص لي بصدمه وقال لي خنتيني؟ رديت عليه وانا ما زلت بستفزه، ايوه خنتك، وما تتحججش بالولاد زي كل مره وتقول لي ما ينفعش نتطلق عشان الولاد. قال لي والدموع في عينيه ونبره صوته كلها حزن، انت طالق طالق. مش عارفه ليه حسيت بحزن ووجع في قلبي، مع اني بقالي سنين بستنى اللحظه دي. فقت من شروطي على صوت الباب بيتفتح، وقبل ما يمشي قال لي افتكر ان طول عمري كنت بحارب عشان البيت ده يفضل مفتوح، وفي نفس الوقت انت اللي كنتي بتحاربي عشان تهديه، بس انت اللي كسبتي. الخيانه ما تتغفرش، بس صدقيني هتندمي. خلص كلامه وسابني ومشي، بس انا ما فرقش معايا كلامه ولا نظره الحزن اللي كانت في عينيه. هو ده اللي انا كنت عايزاه، انه يخرج من حياتي. انا جيهان وعندي 37 سنه، عشت عمري كله غبيه لدرجه ما حدش يتخيلها، وده اللي هتعرفوه لما احكي لكم حكايتي. طول عمري بهتم بشكلي وبحافظ على جمالي، ولما بقى عندي 18 سنه كان بيتقدم لي عرسان كتير، بس كنت برفض. بالنسبه لي انا لسه ما عشت سني، وكنت مقضيها خروج وفسح وسهر، وكان ليا اصحاب شباب وحبيت كتير جدا. بمعنى اصح استخدمت الثقه اللي اهلي ادوهاني غلط في غلط، لحد ما وصل سني ل 30 سنه وماما توفت وبابا كبر في السن وكان نفسه يطمن عليا. بس في الوقت ده ما بقاش حد بيتقدم لي، مش عشان سني، لا عشان بقيت معروفه اني مستهتره وبصاحب شباب وبخرج معاهم. وللاسف العلاقه ما كانتش بينا صداقه بس، الكل كان عارف ان العلاقه بينا اكبر من كده. وفي يوم بابا قال لي انت لازم تتجوزي ابن عمك يا جيهان. انا كنت برفض بشده وبقول له ابن عمي مين ده اللي انا اتجوزه؟ بجد حرام عليك يا بابا، انا اتجوز ده؟ رد عليا بعصبيه وقال لي اللي مش عاجبك ده مهندس محترم وابن عمك وهيسونك، وبعدين هو حد غيره اتقدم وقلنا لا. جرحني بكلامه، بس للاسف دي حقيقه، وفعلا اتجوزت ممدوح ابن عمي. كان هادي جدا لدرجه ما حدش يتخيلها، كان بيحاول يساعدني بكل الطرق، بس مفيش حاجه فيه كانت عجباني، كنت دايما بقابل كلامه الحلو بجفاء. ومرت السنين وخلفت ولادي الاربعه. ممدوح كان بيحب الاولاد جدا وكان مهتم بيهم جدا، يمكن اكتر مني بكتير، وجاب لهم مربيه تهتم بيهم. اصل انا كنت مشغوله بخروجاتي مع اصحابي، واكتر من مره كان يقول لي الاولاد يا جيهان اهتم بيهم شويه، اديهم من وقتك بدل خروجك مع اصحابك. كنت ارد عليه بعصبيه واقول له يو بقى، هو انت هتبص لي في خروجاتي مع اصحابي؟ هو انت عايزني اقعد ليل نهار في البيت ده احبس نفسي مع اولادك عشان ان شاء الله اطق من الحبسه عشان ترتاح؟ طبعا ما انت ما يهمكش. كان يسكت وما يردش عشان ما يزعلنيش. وفي يوم اتعزمت في فرح ورحت، وهناك قابلت صديق قديم ليا، واول ما شافني فرح جدا وقعد معايا وابتدى يمدح في جمالي واني ما اتغيرتش. كلامه فرحني، اخدت رقم تليفونه وبقينا على اتصال دايم ببعض. ورجعت افتكر ايام زمان وعلاقتي بيه زمان كانت عامله ازاي. طلب مني نخرج وانا ما اعترضتش، وخرجت مع اسامه، وكانت اول خروجه ليا بعد الجواز وما كانتش اخر خروجه. كنا بنخرج باستمرار، وابتدى يتكلم عن جوزي وازاي انا مستحمله وانه مش حاسس بقيمتي. كنت بعيش معاه دور الضحيه واقول له هعمل ايه بقى، نصيبي واتكتب عليا. ومع الوقت ما بقتش طايقه البيت ولا الولاد ولا حتى جوزي، وزادت المشاكل بينا جدا. وطبعا انا اللي كنت بعمل المشاكل واتلكك على اي حاجه وخلاص. وطلبت الطلاق من ممدوح اكتر من مره، بس كان بيرفض ويقول لي طلاق ايه، طلاق ايه يا جيهان اللي بتتكلمي عليه، احنا كبار بما فيه الكفايه وناضجين، خلينا نحل مشاكلنا بالعقل، ولو انا غلطان انا اسف يا ستي. ما كنتش عارفه اخلص منه ازاي، كنت اعدي يومين واعمل مشكله تاني. وبالصدفه بابا كان جاي يطمن عليا وعلى الولاد، ولما شاف اسلوبي مع ممدوح وطريقتي وعرف ان دي خامس مره في شهرين اطلب الطلاق، لقيته بيقول لي بحزن في ايه يا جيهان، بتعاملي جوزك كده ليه؟ انا شايف ان دي مشكله تافهه يا بنتي،
وما تستاهلش كل اللي انت عاملاه ده. رديت عليه وانا بدور على كدبه اقولها له، ولقيتني بقول له يا بابا احنا كل يوم في مشاكل، انا زهقت. قال لي واضح انك مزعله ربنا جامد قوي يا بنتي، اصل ربنا لما بيغضب على عبده بيسلط عليه نفسه، والنفس اماره بالسوء، وان ما شغلتيش نفسك بطاعه ربنا تشغلك هي بالمعصيه. رديت عليه بعصبيه وقلت له في ايه يا بابا، هو انا عملت ايه لكل الكلام ده؟ بقولك مش مرتاحه معاه. قال لي وهو مازال حزين، جوزك انسان محترم وابن عمك، وانا شايف انه مغلطش فيكي ومعيشك عيشه انا نفسي ما كنتش معيشهالك. اتقي الله يا بنتي في جوزك وولادك، واشغلي نفسك بطاعه ربنا، وترضي الشيطان اللي سيطر على حياتك يا جهان. حرام عليك يا بنتي، ما تخلينيش احس اني اخطات في تربيتك. رديت عليه بتوتر، شيطان ايه يا بابا اللي بتتكلم عنه؟ مفيش حاجه بالكلام ده، كل الحكايه اني مش مرتاحه معاه، هو انا هعيش كم مره يعني؟ قال لي بحزن وياس، خايف تجيني في يوم ندمانه في وقت ما ينفعش في الندم. سابني ومشي، بس قبل ما يمشي قال لي جمله خوفتني جدا، قال لي يا جيهان ما تتبطريش على عيشتك يا بنتي، ده البطران سكته قطران. رغم ان كلام بابا صح، بس للاسف انا دايما قراري من نفسي، ومش باخد بنصيحه حد ولا حتى بشاور حد. ونفس الوقت الحق اسامه زاد قوي، وكان بيتصل بيا اكتر من 100 مره في اليوم، وفي كل مره يطلب مني ان اتطلق عشان يتجوزني، وانه كفايه فراق لحد كده. سمعت كلام اسامه وما فكرتش في ولادي اللي نفسيتهم كل يوم بتتدمر عن اليوم اللي قبله بسبب كتر المشاكل اللي كنت بعملها مع باباهم، وقررت اني لازم اتطلق، ولازم اتطلق باي طريقه. واستنيت لما ممدوح جه، اول ما جه من الشغل قلت له لو سمحت عايزه اتكلم معاك. قال لي بابتسامه يا حبيبتي انا تعبان، ممكن نتكلم كمان شويه؟ رديت عليه بعصبيه وقلت له لا دلوقتي يا ممدوح. قال لي وهو قلقان نفس الموضوع يا جان؟ قلت له ايوه، طلقني ويا ريت تطلقني بعد اذنك لان انا خنتك. وزي ما قلت لكم، قلت له وانا بضحك بلا مبالاه ايوه خنتك وحبيت غيرك، ولو عندك كرامه طلقني. وبعد ما مشي فعلا جاب المأذون وخلصنا اجراءات الطلاق، ورحت لاسامه وانا فرحانه وقلت له ان انا اتطلقت. رد عليا بصوت فرحان وقال لي مبروك يا بيبي. واتخطبت انا واسامه، وممدوح ساب لي الشقه وسافر بره مصر، وبابا منع يتكلم معايا ومنعني ان اروح له. كل ده ما فرقش معايا، كل اللي كنت بفكر فيه اني مش هعيش مرتين، واني لازم اتجوز اسامه واثبت لبابا اني مش غلط. ومرت شهور العده، وفعلا اتجوزت اسامه زي ما كنت عايزه. في البدايه كنت سعيده مع اسامه جدا، بس بعد كام شهر اسامه اتغير وبقى بيشك فيا ومنعني اروح لولادي. ما كنتش عارفه اعمل ايه، الولاد صغيرين مش كبار، والمربيه ليها يومين اجازه في الاسبوع. حاولت معاه بكل الطرق لكن رفض. جبت مربيه تانيه وكنت بروح اشوف اولادي من ورا اسامه، بس يا ريت حصل كده وبس. اسامه بقى عصبي جدا وبقى يمنعني من كل حاجه، حتى التليفون اخده مني. كنت بستحمل وبسكت لاني عارفه ومتاكده ان ده ذنب ممدوح اللي عمره ما زعلني، بس انا مشيت ورا شيطاني اللي خرب لي بيتي وحرمني من ولادي. بس ما اقدرش اقول كده لان بابا حذرني، بس انا مشيت ورا سراب. ومرت سنه وانا عايشه في عذاب مع اسامه، وفي يوم حسيت بتعب رحت للدكتور عشان اطمن، لقيته بيقول لي انت عندك كانسر على الرحم ولازم نستأصل الرحم. لما اسامه عرف اتضايق جدا وقال لي يعني ايه استأصلوا الرحم، انا عايز ولاد. رديت عليه بكسره وقلت له ده امر ربنا، هعمل ايه؟ وبعدين ما انت عندك اولاد. قال لي بقول لك انا عايز اولاد، ولو انت مش هتقدري على كده انا هطلقك لانك ما تلزمنيش. ما عرفتش اعمل ايه، رحت لبابا. اول ما شافني ما كانش عايز يكلمني، بس لما انهارت خدني في حضنه وقال لي بقلب اب بيحب بنته مالك يا حبيبتي، كنت خايف من اللحظه دي. حكيت له كل حاجه وقال لي لازم تعملي العمليه، ولو هو بيحبك هيجي ياخدك. قلت له هعملها بس نفسي اشوف اولادي. دخلت عشان اكلمهم، الغريبه اني لقيتهم رافضيني
حاولت أتقرب منهم في البداية فشلت، ما كانش حد فيهم عايز يكلمني، بس بعد كده الحمد لله تقربوا مني بمساعدة بابا. أما أسامة فبمجرد ما دخلت أعمل العملية طلقني، واكتشفت إن خربت بيتي على وهم وسراب، ورجع ممدوح من السفر. قلت أروح أعتذرله يمكن يسامحني. أول ما شافني كلمني كويس جدا وقال لي اتفضلي يا جيهان، سمعت إنك عملت عملية، ألف سلام عليكي. وبعدين كمل كلام وقال الأولاد بخير؟ قلت له أيوة الحمد لله بخير. قال لي أنا هاجي عشان أشوفهم. كنت لسه هتكلم، قطع كلامي واحدة خرجت من الأوضة. كنت ببص لها بحيرة واستغراب، لقيت ممدوح بيقول لي أعرفك دي ياسمين مراتي. وبعدين بص لي وقال لها ودي جيهان بنت عمي وأم أولادي. أول ما عرفت كنت حاسة إنه هيغمى عليا من الصدمة، بس اتمسكت وسبتهم ومشيت وأنا فرحانة الممدوح من كل قلبي. حتى بعد ما طلقني ما جرحنيش وقدمني لمراته إن بنت عمه وأم أولاده. أنا فعلا خسرت ممدوح عشان وهم، خربت بيتي ومشيت ورا الشيطان وما سمعتش كلام بابا. طول عمري كنت بخسر عشان كنت ماشية من دماغي، وعمري ما أخدت بنصيحة أهلي، ولو رجع بيا الزمن مستحيل كنت هسمح لشيطاني يكرهني في حياتي ويخليني أهد بيتي بإيدي من غير ما أفكر في جوزي ولا ولادي. كلام بابا كان صح، لو ما شغلتش نفسك بطاعة ربنا هتشغلك هي بالمعصية. وأنا تعلمت وبنصح كل واحدة بتسمعني، حافظي على بيتك وولادك، لو جوزك بيطيق ربنا فيكي أعرفي إن ده رزق كبير قوي، رزق ربنا بيديه للي راضي عنهم. اوعي تخلي شيطانك يعميكي ويكرهك في عيشتك، اوعي تبصي لعيشة غيرك، واعرفي إن اللي في إيدك كنز كبير، لو ضاع منك أنت الوحيدة اللي هتدفعي الثمن.